فتعالوا كده نعمل العجينه بتاعتها سهله ونقول مقاديرنا. حاجه بسيطه قوي، وكانوا زمان بيعملوها مانيوال، دلوقتي بقوا ما شاء الله بالمكن بتاع المكرونه اللي بيفرد اللازانيا والمكرونه، تتقطع شرايط سواء عريضه او رفيعه مفيش مشكله. انا بصراحه عاملها بايدي عشان الناس اللي ما عندهمش المكنه وما رضيتش اجيبها النهارده. طيب المخروطه عباره عن نص كيلو دقيق، رشه ملح، ميه شويه شويه، العجينه بتبقى قاسيه شويه يا جماعه، ما تبقاش عجينه لينه، لازم تبقى ماسكه نفسها كده وناشفه، ولازم تريحوها على الاقل ربع ساعه 10 دقايق قبل التقسيط. تقسيط يعني ان انا اقطعها قطع واعملها دوائر صغيره عشان اقدر افردها وتديني فرد بطريقه ناعمه لو انا هستخدمها مانيوال. طيب عندي عسل اسود وعندي سم، انا هنا بصوا شويه بس بديهم لون كده، لازم كل شويه خلوا بالكم معايا قولوا لي، ها انا مهدية النار بس سن ماشي. ومعانا عسل اسود ومعانا سكر بودره، ما عايزين تحطوا شويه مكسرات، شويه سكر بودره، معلقتين ثلاثه سمنه حلوين، عندكم بقى شاشه دبلان ده او حاجه قطن ماشي. انا هنا الفرخه بتتحمر عامله درع، درع الحمايه كده. وتمام، خلينا بقى ايه نمسح هنا وناخد كده ايه العجينه الحلوه دي نحطها، شويه دقيق ورشه ملح والميه شويه شويه، يلا بينا. تعال بسم الله، ادي كده في عدسيه واقعه هنا. لا والله فكريني باللي في الفرن اهي. هناخد كده شويه الدقيق دول، وعندي رشة ملح، في هناك لما بيستخدموا القدوس في الصعيد عشان يستعملوا المخروطة دي اللي هو من الفخار ده. بصوا بقى هناخد كده شوية مية شوية شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا مش حاطيني ال بسم الله. بسم الله يلا بينا يلا. طلع الفرخة دي شوية شوية، أشوف كده القوام بتاعها. لازم تبقى ماسكة شوية، أيوة تبقى عجينة جامدة كده كده ماشي. لو احتاجت تاني هنحطها، بس اطلع دي خلاص. كده بقى زي ما هي مش هجمل. نحطها هنا وتعالوا بينا يلا ناخد العجينة واريكم شكلها عامل ازاي. بصوا كده لازم تبقى شوية ماسكة نفسها ناشفة، يعني ما هياش عجينة ايه لينة. تسلم ايديكم وعينيكم اهي جامدة، شايفين ازاي؟ لازم ترتاح شوية، لازم ترتاح. الراحة تساعدنا في فردها كويس، الراحة هي اللي هتساعدنا ايه في فردها ماشي. اهو طبعا هنحتاج كميه دقيق كويسه لا باس بيها جنبنا عشان الدقيق ده مهم اهي. شايفين ماسكه ازاي، عجينه ناشفه ازاي، دي مهمه خلاص. طيب هاجي هنا هروح مكوراها كور، هي دي ارتاحت زياده معلش. هنحط بقى عشان نفرد
هناخد كده شويه بقى دقيق. البوله اللي كانت جنبي فين اهي، شويه دقيق حلوين بقى كده. دي بقى الطريقه اللي انا بقول لحضراتكم، انا هنا بسلق ميه، بحط ميه تتسلق عشان اسلقها فيها، اللي هي طريقه تانية غير اللي بتستوي فيها على البخار زي المكرونه كده. بس هوريكم طبعا عملتها ازاي اهي. بصوا لونها، اجيبها لكم فين، شايفينها كده، شايفين لونها روعه. خلاص اهي تطلع بقى، هنقدمها في الطبق، اوريكم دلوقتي بتتفرد ازاي. وطبعا عندي هنا رول احنا مجهزينه اصلا عشان طريقه التقطيع عشان الوقت. بصوا بقى، طبعا شويه دقيق حلوين فوق وتحت، ونفرد حتت صغيره حتت صغيره، ولازم تبقى في مردنه ناعمه يا جماعه، يعني مردنه مش عريضه قوي زي اللي انا ماسكاها دي عشان تساعد في الفرد. معانا مدام سميره حبيبتي، اهلا وسهلا مدام سميره. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الفل على عيونك يا حبيبتي. صباح الجمال والحاجات الجميله والمعلومات الجميله يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب. تسلم ايدك يا حبيبتي على كل حاجه. تسلمي وتعيشي مدام سميره. ومرسيل ندى ومرسيل الكاست كله يا حبيبتي. سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الحب. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب، نحبكم كلكم يا مدام سميره والله. امين يا حبيبتي، ربنا يديم المحبه دايما. الو، ربنا يديم المحبه دايما يا مدام سميره. ميرسي يا حبيبتي. عايزه بس اعيد على ابن يوسف ابن ابني. طبعا اهلا وسهلا. كل سنه وهو طيب. وانتي طيبه، اقول له كل سنه وهو طيب. وايفا بنت اخويا، كله ما شاء الله يا حبيبتي. ما شاء الله، كل عيد الحب يعني. عيد الحب في الدلو. يا حبيبتي ما شاء الله، كل سنه وهم طيبين عقبال مليون سنه. طيبة يا حبيبتي. في صحه وسعاده يا مدام سميره يا رب. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. تسلمي تسلمي وتعيشي حبيبه قلبي، شرفتينا ونورتينا. وبعت تحيه لمدام سوريا في استراليا، واقول لها كل عيد حب وانت طيبه وسعيده، وانا بجد بحبك من قلبي. بصوا انا بعملها كده عشان انا عايزه اخدها على، حاضر. بصوا بصوا بدات تطرى ازاي. تعالوا هنا يا هيما، هيما يا هيما، اهي هتبدا تطرى زي المكرونه تتسلق. دي اللي بيسموها الرشطه. بصوا بتبقى طعمها تحفة، التحميصة دي بتدي طعم يجنن، عارفين زي ما تاكلوا معالي كده وتحسوا ايه. وبعدين بناخدها للي ما عندوش مكنة يا جماعة، شرايط رفيعة اهي قد ما ايدك تساعدك، قد ما ايدك ايه تساعدك. دي لو انت عايزة تسلقيها، انا عامل لكم الطريقة التانية اللي هي في الدبلان، ولازم دقيق، لازم دقيق، لازم تتفرفط. بصوا وتطلع رش الدقيق حلوه، تفرفطها كده، ما تسيبوهاش من غير دقيق خالص. وبعدين هننفض الدقيق ده كله في الاخر، كل الدقيق ده بيتنفض، شايفين؟ تطلع كده ونصفيها ونعملها. خلاص ماشي حبايبي كده، لسه ما التانيه تخلص يا جماعه. انتوا ليه كده؟ اه ما انا نفسي اعمل زيكم على فكره. بصوا بقى، هنا عندي شويه دبلان، اه دي ارفع من اللي على النار عشان الثانيه انا بشويها في الفرن. بصوا بقى، احط الدبلان عندي مصفى، الحله ما فيهاش ميه كتير. بصوا الميه فين، بصوا الميه فين، ما تلمس خالص المصفى خالص. حلو، هحط المصفى، ولازم يبقى من حواليها مسدود كده. هنزل الدبلان، هاخد بقى شويه الحاجات الحلوه اللي انا ايه فرفضتهم دول، بتترص. لو عندكم المكنه بقى وهتسهل على حضراتكم، هيبقى اخر جمال وحلاوه. هنعمل ايه؟ هنقفل عليها، هوريكم دلوقتي هقفل عليها ازاي بالراحه جدا، ما بيتضافلهاش حاجه خالص اللي بتبقى على البخار دي، بس هتتقلب خلاص. وبعد ما هتتقلب هنطلعها نفرفطها، وهنبدا ايه نحط عليها على طول السمن والحاجه. بصوا دي طريت، يلا هنبدا ننشلها بقى ونطلعها في الطبق بتاعنا. السبايدر بتاعي فين؟ لا مش اللي قاعد قدامي، انا عايز السبايدر التاني يا محمد، اللي بالايد الخشب. ويلا بينا ايه نصفي القمر ده. خلاص لقيته يا حماده، شكرا ليك ولذوقك، جزاك الله كل خير. اه خلاص هنطلع بقى ايه ونقدم القمر ده. بسم الله اهي، بصوا بقى، بسم الله
المخروطه دي بتاخد على النار سم الاول، وبعدين نحط عليها بقى اي اضافات، عايزين بقى سكر، عايزين عسل، المهم تاخد السمنه الاول. لكن اللي انا عاملاها دي واللي اتحمصت انا خدتها وهي عجين بعد ما قطعتها شرايط عريضه حطيتها في الفرن، ما دخلتهاش بخار. خلاص اهي زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا بقى ايه نحط عليها الحاجات الحلوه دي، ريحتها تجنن. يلا بينا هناخد العسل، انا هاخد العسل والمكسرات. يلا بينا، العسل ده قمر. يلا بينا. يلا حبايب بصوا الجمال، واو يا نهار ابيض ليهوي. انا مش مسؤوله عنكم، غير مسؤوله شويه مكسرات ان شاء الله، ماليش دعوه ما تقولوليش هيختلوني يا علي جوه، انا ما خايفه. تعالى يا علي هات السلاح معاك. تعالى يا سلام تنورنا كده. خلاص يلا بينا اخر حاجه. معلش مع انا بحبه والله يا رانيا، صراحه يعني ناس هنا قمه الاحترام بجد. يلا بينا يلا بينا، بسم الله. وادي الرشطه او المخروطه بطريقه مختلفه.